بسم الله الرحمن الرحيم. This is our lecture number 10 for introduction to water hammer. أنا عارف إن التوبيك دوت بالنسبة لكم توبيك جديد جدا, ف let's take it step by step وبالراحة. We're gonna learn الهامر على قد ما نقدر في الليكتشر اللي جاية ديت. Okay. Please mute, يعني كله يبقى ميوت في ال okay. Introduction to water hammer, the lecture رقم 10 بالنسبة لنا. I'm gonna start with that reference. هتلاحظوا ان انا كاتب classic reference, يعني كاتب classic reference. Classic reference ليه؟ لان هي ديت حاجات عارفين لما يبقى في the reference, يعني الreference اللي الناس كلها بترجع له في الووتر هامر, او ان هم اول ناس عملوا كتب في الووتر هامر معتبرة. الكتاب الاولاني اللي هو اول ناس عملت كتاب في الووتر هامر اللي هو ستريتر اند وايلي, اللي هو تاني واحد اللي هو الفلويد ترانزيانت, ما كانش مكتوب ان سيستم, كان فلويد ترانزيانت, كان ستريتر هو الاوثر الرئيسي, وايلي رقم 2. الكلام ده كان 1978, سنه 78 بالظبط. الكتاب اللي يعني كان كتاب شودري, ده نزل 79, كان برضو Applied Hydraulic Transient. اللي أنا حاطط فيه Third Edition, اللي أنا حاطط لك فيه, اللي أنا ديته لك as a reference online, يعني ديته لك كتاب موجود معاك يعني دلوقتي. الكتاب الثالث اللي هو كان الناس كلها بتبص عليه في الفترة الأولانية بتاعت الترانزيانت, اللي هو الكتاب بتاع Thoroughly, اللي هو Fluid Transient in Pipeline System. خلي بالك الكتب اللي انا حاططها ديت هي مرجعيات للهامر, يعني اي حد عايز يدرس الووتر هامر بروبرلي هي at least he need to know one of them بطريقه حلوه. الكتاب الاخير اللي هو هيدروليك اوف بايبلاين سيستم, ده برضو انا اديته لك الكترونيك. الكتاب دوت جماله ان هو مقسوم نصين, نص ستدي والنص ان ستدي. الكتاب ده سنه 2000, كله كان مبني على الكتاب الأولاني بتاع جاري ووترز اللي هو الريفرنس الأخير ده, كان ليه كتاب خاص بالبايبلاين نتورك سوليوشن, يعني اشترك معاه الثلاثة الأساتذة الكبار دول, لاروك وجيبسون ووترز, عملوا الجزء بتاع الستدي والآن ستدي. لو تلاحظوا ان التايتل كله هتلاقي فيه هيدروليك ترانزيانت, فلويد ترانزيانت, فلويد ترانزيانت, the word transient is repeated there. أوكي. الكتاب اللي أنا أكتر يعني بايز لي شوية اللي هو كتاب شودري. ليه؟ عشان as I said اشتغلت معاه وعارفه, قعدنا سنتين مع بعض, أو أنا اللي قعدت معاه, مش قعدنا يعني, قعدنا سنتين مع بعض مع دكتور شودري في واشنطن ستيت يونيفرسيتي. في software اللي احنا هنستخدمه هو البنتلي هامر. ممكن طبعا نستخدم ال V8i version او ال Connect Edition version. انا اعتقد ان سلمى gonna prepare for you to install this software at your PCs, private PCs. اوكي, عشان نعرف في الهامر لازم نعرف العكس بتاعه اللي هي السيدي ستيت, واللي احنا كلنا عارفينها وكلنا حافظينها. هو ايه السيدي ستيت الاول؟ السيدي ستيت اللي هو when flow and pressure in the system are kept unchanged this time, يعني معنى ان هو partial q by partial t او partial p by partial t بيساوي صفر, ما فيش اي change حاصل في الفلو او البريشر. فلو طبعا تقدر تقول عليها الـ q او الفلوستي. السيدي ستيت كونديشن are very rare, زي ما احنا عارفين حاجة نادرة الحدوث, يعني لو قلت لواحد انت شفت السيدي ستيت قبل كده ممكن ما يكونش شافه ولا مرة, لكن it's a very rare in most water distribution work as demand always بيتغير. بما انك انت في نتورك معينة demand بيتغير مع التايم, فبالتالي عمرك ما هتلاقي السيدي ستيت كونديشن clearly seen in the system اللي انت بتشوفه في الطبيعة. Once steady state condition is when a fluid at rest. Okay, what's transient? لو احنا عرفنا steady state وحافظينه صم, لان احنا استخدمنا كل السنوات اللي فاتت بتاعتنا كلها كان steady state, طب هو ايه transient؟
الترانزيان هو عبارة عن transition of long or short duration from one steady flow to another steady flow. الجمال بتاع الجزء ده ان هو شيء محصور بين two steady state condition. You start with a steady state condition and you make some change في system and then you return back to the steady state condition. يبقى معنى كده transient. اول ما اسمع كلمة transient اعرف ان هو عبارة either long or short duration. الفترة بتاعته هي فترة صغيرة او فترة طويلة بتعتمد على الاكشن نفسه شكله ايه وهو حصل فين وفي انهي مكان وفي انهي سيستم, وفي نفس الوقت هو بيظهر بعد ما كان السيستم ستيدي وبينتهي او بيحصل له بعد في نهاية الاكشن بتاعه كله بيرجع ستيدي تاني. اتفقنا؟ طيب في نوعين من الترانزيانت موجودين بالنسبه لنا. في حاجه اسمها كوازي ستيدي فلو والتاني اسمه ووتر هامر كونديشن. دول نوعين من الترانزيانت. خلي بالك, طب هو ايه الكوازي ستيدي فلو؟ يمكن تكون اتعرفت عليه قبل كده وانت بتحل في الووتر جيم, وانت بتحل اكستندد بيريد سيميليشن, وانت بتحل تانك والفاريشن اللي بيحصل في الووتر ليفل في التانك والتغيرات اللي بتحصل وازاي بنقدر نحل الكلام دوت. الكوازاي ستيدي دوت بيحصل فين؟ هو عباره عن فاريشن اوف ديسشارج اند بريشر وذ تايم بس جراديوال. واخد بالك من كلمه جراديوال دي؟ يعني حاجه بالراحه بتحصل سموزلي, بتحصل مش سادنلي, بتحصل از اي سيد. ما فيش جمله كلمه احلى من جراديوال فاريشن بيحصل فيه over short time over interval. وبيظهر كأنه steady بالضبط. يعني أولا التغير ده بيحصل في short time وكأنه steady. كلمة quasi يعني شبه. كلمة quasi الترجمة الحرفية ليها شبه للsteady flow, بس هو مش steady. وكمان هو مش هو transient اللي احنا عايزين ندرسه بضخامته وبقوته. يعني draining of a large tank, لو أنا عندي خزان كبير جدا وأنا بسحب منه مية, أنت بتلاحظ إن الخزان بيقل مثلا سنتي, 2 سنتي, 5 سنتي, 10 سنتي. ده تغير بسيط جدا بيحصل في الكوزاي ستيدي فلو اللي هو as I said بيتعمل له البرامج بتاعته في الووتر جيم كنا بنحلها بالإكستندد بيريد سيميليشن. characterized by absence of inertia وإلاستيك. يعني معنى كده الجزء بتاع الانيرشيا او الالاستيك ده مش موجود في الكوازاي ستيدي فلو خالص. طيب اذا احنا قلنا الكلام ده يبقى الناحيه الثانيه هو ايه الووتر هامر. الووتر هامر ده عباره عن فاريشن للديسشارج اللي هو الكيو او البريشر اللي هي الهيد او البريشر وذ تايم ابربت. ابربت يعني حاجه فجائيه, حاجه بتحصل سادنلي ان مش عايز اقول ان زيرو تايم, ان فيري شورت تايم بتحصل في ملي سكند, بتحصل في سكند. The effect of fluid inertia and fluid compressibility موجودين in addition لل pipe elasticity. Fluid inertia fluid compressibility كلنا عارفين الانيرشيا الوزن بتاع الفلويد, الكمبريسيبيليتي مقدار التضغط اللي بيحصل في الفلويد بيتاخد في الحساب. البايب elasticity لو انا البايب بيحصل لها تمدد أو extension أو elongation أو stretching, كل ده بيتاخد معايا في الحساب وأنا بشتغل مع الووتر هامر. It's essential and must be considered في الاناليسز. يعني بمعنى آخر لو أنا ما استخدمتش الكلام ده أو لو أنا ما دخلتش معايا fluid compressibility أو pipe elasticity أنا مش شغال بالهامر. Sudden valve closure is an example. يعني لو بصينا على قفلة المحبس suddenly you close the valve suddenly it's an example of hammer condition. خلي بالك in more complicated and general characterization of flow, but it's more complete and general characterization of flow but it's more complicated. عملية معقدة جدا وهتبص وهنشوف لما نبص الايكويشن اللي احنا بنستخدمه. Walker hammer condition can be modeled in hammer. الهامر دي اللي انا قصدت بيها اللي هو البروجرام بتاعنا. A less severe form of water hammer is called surge.
بمعنى احنا عندنا دلوقتي كذا كلمه قلناها، قلنا transient اللي هو unsteady course of event when the system or the status of the system is changed from one steady to another. دي حاجة general، أنا ممكن أقول على أي حاجة بتحصل فيها تغير من case steady رقم واحد يحصل فيها change وبعد كده ترجع للsteady state، ممكن أقول عليها transient. معنى كده إن كلمة transient ديت هي general statement اللي تنفع للحاجتين اللي جايين دول ان يتقال عليهم هم برضو ترانزيت. الووتر هامر هو اصعب حاجه في في الاوسيليشن، هو السترونج بريشر اوسيليشن during transient. نورمالي ذا تيرم ووتر هامر از يوزد لما يكون في وجود الاستيستي او الانيرشا مع الكومبريسيبيليتي بتاعه الفلويد، كل ده يبقى احنا بنتكلم على الووتر هامر. بايبول اند ليكويد is of importance في الحته دي. طيب what about surge؟ لو واحد قال انا بعمل سيرج اناليسيس، انا عارف ان هي الكلمه سيرج والووتر هامر بيستخدموا سينونيمسلي، يعني ممكن واحد يقول انا بعمل سيرج اناليسيس والتاني يقول انا بعمل هامر اناليسيس، بس هنا في التكست بوك كلها لما بنتكلم على السيرج انت بتتكلم على لو فريكوينت اوسيليشنز وير ذا افكت اوف الاستيستي كان بي اجنورد. اوكي، يعني معنى كده السيرج هي عباره عن لو فريكوينت، يعني حاجه زي موجه بسيطه صغيره، الاستيستي فيها وي كان اجنور ذا الاستيستي بارامتر فيها. طيب نرجع تاني لكلمه ترانزيانت فلو لان هي جي جنرال. اتس انستدي بايب فلو تايم فارينج فلو اند بريشر. احنا عندنا حاجتين في الحياه بتاعتنا او في السيستم او في الهيدروليك سيستم بتاعنا، عندنا حاجه اسمها روتين ترانزيانت، عندنا حاجه اسمها روتين ترانزيانت، وعندنا حاجة اسمها catastrophic transient. اوكي، روتين transient يعني حاجة بتحصل دايما انت مش بتتفاجئ بيها، حاجة مش حصلت لك يعني واتفاجئت وتقول الله ايه ده ازاي دي حصلت، لا ده روتين transient. ممكن الفالف setting يكون هو ده الديزاين بتاعك انك تقفل وتفتح، ممكن يكون البامب بتاعتك زي sewage pump station ان هي بتقفل وتفتح اربع مرات في ال يعني السايكل بتاعتها كل 10 دقائق تقفل وتفتح تقفل وتفتح، كل 15 minutes تقفل وتفتح، ده روتين ترانزيت بتاعها. change in power demand في التربن، كان في عندك تربن، احنا مش هناخد تربن هنا في الكورس بتاعنا، لكن لو كان في تربن والديماند بيتغير، لو كان في change في reservoir elevation، احنا غالبا كل reservoir elevation اللي احنا عندنا بنعتبرها constant level. what if ان الريزيرفور بتاعك الليفل بتاعه بيتغير، وات اف انه كان بيتغير ساينوسايدل، ممكن الدنيا تتعقد اكتر. تربن جوفرنر هانتنج اكش، احنا مش هناخد as I said مش هناخد تربن. acting of reciprocating pump، برضو الريسبروكيتنج بامب مش هناخدها. اللون سبرينكلر اجين ده مش الفيلد بتاعك، بس ده روتين ترانزيان. احنا بنتكلم مينلي على الفالف سيتنج، على الستارتنج والستوبنج، على change of power demand، كل دوت موجود. الكاتاستروفيك لو حصل ان في unstable pump operation او turbine operation، لو حصل pipe breaks، this is a catastrophic situation، يعني حاجة غير متوقعة انها تحصل. واحدة من اكبر الحوادث اللي حصلت في يمكن في العالم كله في turbine operation كانت حصلت في الاتحاد السوفيتي، وانا يمكن عامل محاضرة ليها just to show it، مش عشان تعرف قد ايه ممكن الدنيا دي تبقى catastrophic things. المحاضرة دي حد عملها يمكن في نفس الاسبوع اللي حصل فيه الكارثة دي. okay. what causes varying velocity؟ يبقى اتفقنا هنا قبل كده كنا بنقول change in valve setting starting stopping، معنى كده ان اهم نقطة هنا ان في حاجة variability بتحصل او varying في الflow والpressure بيحصل. طب ايه اللي بيخلي الفلوسيتي دي تتغير؟ لو انا قفلت الفالف فور اكزامبل، لو انا فتحت الفالف فور اكزامبل، ما هي الفلوسيتي هتتغير. لو انا عملت ستارتنج بامب سادنلي، الفلوسيتي بدل ما هي كانت صفر بقت 1 متر، بقت 1.5 متر، بقت 2 متر في الثانيه. يو ستارت ذا بامب، يو ستوب ذا بامب، انستد ما كانت السرعه ماشيه في البايب لاين ب 1.5 متر بير سكند بقت زيرو، يو ستوبينج ذا بامب.
movement of air pockets. لو كان في عندك air pockets في pipeline وانت بتعمل ليها filling واللي movement بتاعت air pocket بتحصل فيها ممكن يغير في velocity. Sudden release of air valve. لو فاكرين في action بتاع air valve واحنا بنعمل design, لو انا عملت sudden release للair valve او للair بيعمل لي action of a sonic speed ممكن تؤدي الى hammer action جوه مكان الفالف نفسه. Sudden halt of flow when air has been exhausted برضه في الair valve. Rejoining of water column separation. احنا خدنا كلمة column separation يمكن هنشرحها اكتر شوية. لو انت عندك column separation معناها ان two column of water has been separated by in the pressure بيحصل negative at a certain point. What if in the two column دول بعد ما بيحصل لهم separation بيبقوا rejoining one more time. Water hammer phenomena in pipeline. هو ايه اللي بيحصل حقيقي يعني, بمعنى احنا عرفنا ان في velocity بتتغير وفي sudden velocity وفي action بيحصل. طب هو ايه هي الفينومينا دي؟ انا لسه مش فاهم. طيب sudden change of flow rate في large pipeline due to valve closure. اتفقنا ان الاكشن في حد بيعمل اكشن معين, الاكشن ده ممكن يكون valve closure, pump turn off, اي حاجه تانية من اللي احنا قلناها. may involve of great mass of water moving inside the pipeline. بمعنى ان انا لو قفلت المحبس الفالف او ان انا غيرت الفلو suddenly بدل ما هو كان ماشي بسرعه معتدلة 1 متر في الثانية and suddenly بقى صفر, في ماس اتغيرت, في great mass حصل لها stoppage بطريقة معينة. لو كانت البايبلاين دي كبيرة جدا 1 متر في الثانية, 1 متر diameter 2 متر diameter, انت بتتكلم على ماس كبيرة جدا. لو انت قفلت محبس suddenly انت بتعمل huge mass change بيحصل هنا. الفورس resulting من التشينج بتاع السبيد بتاع الووتر ديت كوز بريشر رايز. يعني اذا انا تخيلت كده للحظه ان انا قفلت محبس, في لحظه ان انا قفلت المحبس دوت وفي لحظه ان الماس ديت حصل لها تشينج في الفيلوسيتي بتاعتها, ده بيؤدي suddenly الى انكريس في البريشر بيبدا عند المحبس and then بيتحرك, وهنعرف بيتحرك ازاي. يبقى معنى كده ان الفورس ريزلتنج فروم تشينجينج السبيد that the water mass may cause pressure rise in the pipe with magnitude several times greater than the normal static pressure. معنى كده, again, when I stop the velocity, if I close the valve, بيحصل في change في flow rate, ده بيؤدي إلى pressure rise. The pressure rise ده هنحسبه, هنعرف قيمة الـ increase اللي بيحصل في pressure ده في كم slide اللي جايين دلوقتي. الاكسسيف بريشر اللي حصل ده بيؤدي الى ان الماسوره دي تتكسر. It may fracture the pipe, may cause damage to the pipeline system. الفينومينا دي كلها على بعضها من اول التشينج بتاع الفلو ريت للبريشر رايز للكسر اللي بيحصل او السادن بريكج اللي بيحصل او كده, احنا بنتكلم على ان في ووتر هامر فينومينا حصلت هنا. طيب السادن فالف كلوجر اجين, لو احنا نرجع باك لمحاضرات الفالف, لو كنا بنقفل الفالف عادي كنا بنقول ان upstream الفالف بيحصل فيه increase, downstream الفالف بيحصل فيه decrease the pressure. هنا البريشر will drop suddenly. الاكشن الغريب اللي هنا او الاكشن اللي هو اللي احنا بنحاول نبص عليه دلوقتي, ان when I close the valve suddenly بيحصل increase في pressure في upstream وبيحصل فيه decrease في pressure في downstream لدرجة ان ممكن يحصل عندي pressure يقل يبقى تحت vapor pressure, تحت يوصل للvapor pressure, بمعنى ان ممكن يحصل في cavity او vacuum يحصل. يبقى again the pressure will drop suddenly by decelerating the water. احنا بنقلل الفلوستي في الجزء الأحمر, اللون الأحمر ده بيحصل فيه ديسيليريشن عالية جدا للووتر كولم, وهنا بيحصل فيه البريشر بيقل وبيحصل فيه باكيوم في الجزء اللي هو اللون الأبيض اللي موجود عندك هنا, لدرجة انها ممكن يحصل
في vapor pressure موجود هناك. Often the fluid will return to collapse the cavity causing the water hammer pressure. بمعنى ان بعد ما اقفل ويحصل الموجة دي ترجع تاني ويعمل فيه collapse لل vapor cavity, وهنا بيحصل الدامج بتاع البايبلاين. طيب لو انا عملت trip للبايب pump, لو انا عندي pump بالشكل ده, شايفين البامب هو عندي خزان اللي هو السكشن سايد, عندي ده البايبلاين اللي هي السكشن سايد, ده الديليفري بايب. لو انا عندي سيميلر تو ذا فالف كلوجر, بريشر ويل دروب باي ديسيليريتنج. لو انا البامب بتاعتي حصل لها تريمينج او ان هي وقفت او سادنلي ستوب, بيحصل في الجزء ده بيحصل له decelerating the water column and can form huge vacuum cavity. في الجزء ده بيحصل فيه cavity ممكن تؤدي إلى وجود vapor pressure. Often the fluid will return and collapse the cavity as we said, لأن في عندنا wave back and force, هنعرف إزاي بتتحرك, وده غالبا هو اللي بيؤدي إلى water hammer severe effect. Water hammer is not as severe as sudden valve closure, خلي بالك. يعني البامب باور فيلير واحنا بنتكلم عنه مش زي السادن فالف كلوجر, اقل شويه. ليه اقل شويه؟ اقل شويه لان انت عندك اولا البامب بيحصل لها ما بتتقفلش في لحظه, في تايم قليل جدا, بتتقفل في تايم اقل due to الانيرشيا بتاعتها, لسه بتدور بطريقه معينه. فبمعنى كده ان انا لو الكهرباء اتقطعت, لو انا عندي pump power failure due to the electricity shutdown, الترومبة لسه بتلف بالانيرشيا بتاعتها, فبيحصل في gradual things. فبالتالي as I said ما بتبقاش زي severe action بتاع الفالف. طيب upstream of the pump pressure will rise, ناخد بالنا ان الجزء اللي قبل البامب ده بيحصل فيه increase في pressure. After pump power failure, لو احنا بصينا على الجزء دوت وقلنا ان في check valve, normally after the pump downstream the pump we have a check valve. After pump power failure downstream of the column distillation till it completely stop and the reverse flow start. Check valve form an uncontrolled positive feedback closure rising the pressure in the system. بمعنى ان انا لما اجي اقفل الفالف هنا اهوت ولما يجي يرجع للريفرس فلو, خلي بالك واحنا شغالين البامب ماشيه في الاتجاه بتضخ في اتجاه البوزيتيف دوت. لو حصل بامب باور فيلير لسه البامب ديت بتدور وبتلف في الاتجاه بتاعها وما حصل لهاش ستوب, بتحصل لها جراديوال ستوب, لسه الميه بتتحرك في اتجاه البايب لاين ديت لغايه لما السرعه بتاعتها بتوصل لصفر and then return back ويقفل المحبس دوت. فقفلت المحبس دي بالذات بيحصل, بتفكرنا باللقطة بتاعت الفالف كلوجر again, السلام بتاع التشيك فالف هو فالف كلوجر. فيبقى in addition ان انا عندي البامب باور فيلير, in addition ان بيحصل فيه عندي نيجاتيف في السلايد اللي فاتت ديت, الجزء اللي بيحصل فيه عندي فاكيوم هنا هو ده اكشن. ولو حصل الفاكيوم وحصل الدروب تو ذا نيجاتيف فيبر بريشر, ممكن يحصل كولابس في المنطقه ديت, ويحصل ان لما يحصل فيه ريتيرن يحصل فيه الكافيتي كولابس. ان اديشن ان عندك مشكله تانية ان التشيك فالف هنا هو ده هيقفل بمنتهى السرعه لما الميه ترجع تاني في الاتجاه العكسي. فانت عندك حاجتين هيحصلوا هنا هو, انت عندك في هذا الجزء في عندك حاجتين, تو اكشنز بيحصلوا ولازم تفرق بينهم. واحد الكافيتي فورميشن ديو تو البامب باور فيلير في الاول اللي هي في اول ويف بتحصل اللي هي في السلايد اللي فاتت. الاكشن الثاني لما يحصل في التشيك فالف سلام اللي هو ممكن يكون مزعج جدا الى اقصى درجه ان يحصل دامج في البايب لاين ديو تو ذا فالف كلوجر اللي موجود في ديو تو ذا ريفرس فلو افتر بامب trip. احنا عندنا مشكلة تانية هنا حصلت. طيب النقطة اللي بعد كده filling of water main, احنا خدنا الكلام دوت في filling of pipeline, how to remove the air
properly how to size the air valve إنه يدي لك أحسن size عشان يخرج لك الهواء properly without any problem. هنا an unstable operation while gas is being flushed out. خلي بالك في جزء من الماسورة هنا هو moving liquid لدرجة إن أنا لو أنا استخدمت البامب بتاعتي بالفول سبيد بتاعتها هيبقى الجزء ده بيتحرك بسرعة عالية جدا. الجزء هنا لسه مش حاسس باللي بيحصل, الستاتيك ليكويد كولوم الموجود هنا, وعندي جزء من الهواء محجوز انا لسه عايز اخرجه. كل الكومباين اكشن اللي بيحصل هنا اتس ان ستيبل اوبريشن. اذا انا ما عرفتش اخرج الهواء ده بروبرلي هيحصل عندي بروبلم. ليه؟ لان هيحصل عندي سادن بريشر رايز ديو تو ذا كولابس بتوين موفينج ليكويد. عندي تو موفينج ليكويد, واحد بيتحرك بسرعه عاليه والاخر ستاتيك, وعندي اير بوكيت in between ممكن يحصل لها كولابس. فهنا لو انا ما خرجتش الهواء properly انا ممكن دوت يعمل لي هامر اكشن. يعني معنى كده ان الفيلينج اوف ووتر مين اذا لم يحدث properly واذا لم يصمم بطريقه سليمه, طبعا في السيري ستيت وانت بتعمل السيري ستيت اناليسيس بتاعتك, اذا انت ما خرجتش الهواء من المحابس بتاعته بالسايز المظبوط بتاعه, ده ممكن يسبب لك بروبلم عاليه جدا. طيب ايه تاني؟ لو انا عندي restriction في المواسير, لو انا عندي pipeline وفيها restriction زي ايه؟ orifice, valve مقفول نص قفلة, اي حاجة. يعني لو انا عندي حاجة من الحاجات ديت, لو انا عندي valve, الvalve دوت موجود هنا, او orifice, الorifice زي restrictor orifice او partial closed valve, وانا ابتديت افتح البمب بالسرعة بتاعتها العادية والليكويد فلوينج كويكلي في الحاله ديت, انت هنا بيعمل كانك بتفرمل, انت بتحاول تخرج كل الفلويد من فتحه صغيره زي ديت او من بارشلي كلوزد فالف. فهنا انت بتعمل ريستريكشن, بتعمل في سادن بريشر رايز هيحصل في المنطقه ديت, في ويف هتتحرك باك اند فورس في المنطقه دي, كل دوت هيؤدي الى ترانزينت اكشن due to the restriction اللي موجود عندك. وعشان كده قلنا واحنا بنتكلم على المحابس وانواعها ان المحبس الحاجز او الفالف اللي هو isolation valve it's very dangerous انك انت تحط isolation valve وسايبه كده without protection. ممكن اي حد يقفل الفالف دوت, ممكن اي حد يعمل sudden closure للفالف دوت ويعمل لك مشكله. isolation valve it's very critical في المين لاين, انك تكون واخد بالك امتى بيتقفلوا في انهي مرحله, والترومبه شغاله ولا مش شغاله, ويتقفل بانهي درجه وبانهي سبيد, كل دوت بيتحسب في due to the hammer action. transient flow through long pipe, transient state pressure are sometimes reduce the vapor pressure of liquid that result in separating the liquid column that section. This is referred as liquid column separation. دي النقطة اللي احنا تكلمنا عنها من شوية عن البامب trip out أو البامب failure اللي بيحصل فيها vacuum in front of it. ممكن يحصل فيه column separation due to انك انت في جزء من البايبلاين حصل عليه negative pressure. واحنا خدنا الجزء دوت واحنا بنرسم الهيدروليك grade line. لما يكون في grade line بيقطع البايبلاين والpressure بيقل عن أو بيوصل إلى vapor pressure, بيحصل في عندي column separation. طيب يبقى معنى كده واحدة من الريزولت بتاعت transient action إن ممكن vapor pressure يحصل, ماشي, ودي من الحاجات اللي أنا عارف إنها تسبب لي إزعاج شديد جدا في pipeline وهتؤدي إلى كوارث resulting من liquid column separation. ليه؟ لأن once the liquid column has been separated بالفيبر اللي حصل, أكيد هيحصل فيه rejoin للتو column one more time لما يحصل فيه return للفلو أو يحصل فيه أي action تاني, وهيؤدي الريتيرن ده إن يحصل فيه عندي collapse due to the rejoining column, وده بيحصل فيه high increase في pressure, وده أنا عايز أمنعه تماما في transient action ده. أرجع تاني أفكركم بالهيدروليك جريد لاين وإيه أهميته. هنا هو إحنا عارفين الكلام دوت, بايب لاين, الإتش هو البريشر, الزد هو الإليفيتد ليفل,
الهيدروليك جريد لاين هي الاتش زائد الزد البريشر ان ذا بايب لاين بالمتر ووتر كولوم الزد الاليفيشن اباف اربيتري داتا كل ده احنا عارفين. البريشر في البايب لاين هو الاتش جي ال ناقص الزد. يبقى البريشر اللي هو الاتش ده هو عباره عن التوتال هيد الهيدروليك ناقص الزد. لو انا عندي pump like this وعندي pipe فيها البيك اللي موجود ده الاكس اكسس اللي عندي ده الهيدروليك جريد لاين في الستيدي ستيت. واحنا قلنا قبل كده ان الهيدروليك جريد لاين في الستيدي ستيت عمرنا ما هنعمل هيدروليك جريد لاين under the pipeline يعني مش هنخلي negative pressure في حالة الستيدي ستيت. we never allow for this. طيب this is the negative. لنفرض ان الكيس عندنا بالشكل ده. when you have a power failure that two hydraulic grid line في maximum hydraulic line والminimum hydraulic grid line اللي انت هتشوفه. again ده الوضع في حالة الستيدي ستيت. ايا كان ان ده صح او غلط احنا اتفقنا ان احنا مش عايزين يبقى عندنا الكيس ديت. بس let's say ان وضع موجود بالشكل ده وحد قال لك ممكن تدرس لي الهامر اللي موجود due to power failure اللي بتترمبه اللي موجودة هنا في الأبستريم. انت ان شاء الله على اخر الجزء بتاع الهامر المفروض تقدر توصل الى الماكسيمم hydraulic grid line ده والمينيمم hydraulic grid line ده تقدر ترسمه في حالة الباور فيلير. على الاقل بتدي لك indication هو السيستم بتاعك ده بيتصرف ازاي في حالة الهامر في حالة الترانزيانت. عشان كده هتلاقيني بتكلم ترانزيانت وهامر مع بعض لان احنا as I said الترانزيانت اللي احنا بندرسه هو الهامر افكت اللي هو فيه انيرشيا واللي فيه الاستيستي وفيه كومبرسيبيليتي. ماشي. لو احنا بصينا على اي جزء في الماسوره دي عشان احسب البريشر فيها بالنسبه للماكسيمم فيرست عشان احسب الماكسيمم بريشر باخد خط من الهيدروليك جريدينت الماكسيمم الى الماسوره بقدر احدد قد ايه الماكسيمم بريشر. تمام. لو انا عندي اي جزء عايز اعرف الماكسيمم بريشر قد ايه اقدر احسبه جاست ان انا اطرح الماكسيمم هيدروليك جريد لاين ماينس الاليفيشن اللي موجوده في البايب لاين اقدر اجيب الماكسيمم. طب لو انا عايز المينيمم بريشر اجين انا بشوف ادي المينيمم ادي الهيدروليك ادي البايب لاين بطرح الاثنين دول مع بعض بقدر اعرف ان ده كله بالنيجاتيف كل الجزء اللي تحت البايب لاين ده نيجاتيف بريشر. طب انا يهمني ايه هنا؟ انا يهمني هنا لو النيجاتيف بريشر within the allowable انا ام سيف. اذا الماكسيمم بريشر within the allowable again انا سيف. لو الماكسيمم بريشر عدى الريتد بريشر بتاع البايب انا مش سيف. يعني ايه مش سيف؟ يعني البايب هيحصل لها دامج. لو المينيمم بريشر وصل لايه؟ وصل للفيبر بريشر it is not safe. ماشي. يبقى احنا عندنا two limitations. انا ببص على الماكسيمم واشوف كل نقطه في الماكسيمم بريشر ديت هل هي عدت الريتد بريشر ولا لا. واحنا بعد كده او في السنه الرابعه واحنا بنعمل المشروع بنرسم دايما فوق الماسوره بنرسم الريتد بريشر الالاود فوق الماسوره عشان اعرف هو انا عديته ولا ما عديتوش. يعني بيبقى في خط تاني بوري بيه الالاوبل ماكسيمم بريشر بتاع الماسوره دي كام. اوكي. خلي بالك الخط الاحمر اللي مرسوم دوت الماكسيمم والمينيمم ده دول مش بيحصلوا في نفس الوقت. دي الريزلت بتاعت الترانزيانت اناليسيس. يعني بعد ما اعمل الترانزيانت اناليسيس بعد ما اعمل البروجرام بتاعي بعد ما اعمل السيستم بيطلع لي عند كل نقطه في البايب ديت ماكسيمم مر عليها ومينيمم مر عليها بس مش ممروش على بعض في نفس التايم. ماشي. يعني الاثنين دول ما حصلوش في نفس الوقت. لكن انا وانا بوري الكلاين بتاعي او بوري الادفايزر او بوري البروفيسور بتاعي الريزلت بتاع الباور فيلير انا لازم اشوف الماكسيمم بريشر بسميه انفلوب ماكسيمم هيدروليك جريد لاين انفلوب اللي حصل والمينيمم انفلوب. بمعنى هو عند اي نقطه عند البايب لاين عند اي ديستانس اكس عند البايب لاين هو الماكسيمم بريشر كام والمينيمم بريشر كام along السيميليشن تايم اللي انا
عملته. أوكي؟ كل ده هنحاول نعرفه واحدة واحدة. لو انا بتكلم على لو انا قلت لك ارسم الهيدروليك جريد لاين ان السيستم بيلو البامب ات ريست، لو اي واحد سالته البامب ات ريست يعني ايه، يعني على طول البامب ديت لو كانت في هيدروليك جريدينت ماشي عادي بيرفع لمثلا لكذا متر بيوصل لغايه الريزرفور، في حاله الريست على طول الهيدروليك جريد لاين بيوصل الى المنظر ده. يعني أنا لو وقفت البامب في لحظة ده في حالة السكون بتاعت البامب، أدي الوضع اللي عندي. طب وهو قبل ما تقف كان شكله إيه؟ قبل ما تقف كان الهيدروليك جريدين عادي all the way من الماكسيمم بريشر بتاعت البامب إلى الستيدي ستيت بتاعت الريزيرفور. معنى كده وإحنا حتى في الستيدي ستيت كونديشن حتى والبامب at rest، أنت شايف الجزء ده؟ شايف الجزء اللي في البايب اللي هو فوق الستيدي ستيت او الاول فلو اتريست، يعني شايف الجزء دوت؟ لو انت الجزء دوت كانت المسافه بين البيك اللي موجوده في البايب ديت عن الخط الاحمر اللي هو الافقي اللي هو بيساوي بالظبط منسوب الريزرفور، لو كان الجزء دوت وصل للفاكيوم البايب ديت هتحصل لها ممكن تتاثر، ممكن تحصل لها دامج، يحصل لها فاكيوم condition. فبالتالي حتى وانت بتعمل ال pressure ال pump at rest you need to see the situation بتاعك في maximum والminimum، وحتى والترومبة بتاعتك واقفة خالص. بعض الاكشن بعض الاحيان بيبقى بالمنظر دوت. لو انا قلت لك ارسم لي ال system at shut off بيبقى عندك بالشكل دوت. اول حاجة بتاخد الخط افقي عند الفالف بتنزل، خلي بالك التنازل 10 متر 17 ناقص 10 10 ديت الباكيوم اللي موجود عندي، 12 ناقص 10 هو ده المنظر اللي عندي في الهيدروليك جريد لاين. How severe the water hammer condition can be. خلي بالك المحاضرة بتاعتنا ديت it's an introduction. Introduction يعني ايه؟ كأن واحد بيتعرف على الووتر هامر، كأن واحد بيحاول يفهم هو ايه الووتر هامر. How severe the water hammer condition can be. هي يعني حاجة صعبة، حاجة سهلة، حاجة لو انت بصيت على المنظر اللي على اليمين دوت فوق ده الحاسة اللي انا قلت لك عليها حصلت في اكبر واحد من اكبر الهايدرو توربين بلانت موجود في روسيا وحصلت 2009. هتقول لي 2009 ولسه بيحصل حوادث بالشكل ده وبيحصل في واحد من اكبر المحطات توليد الكهرباء في روسيا اللي هي يعني واحدة من الدول المتقدمة جدا في الهايدرو إلكتريك بلانت. أيوة ده حصل، وحصل دامج عالي جدا في الستيشن. وأزي سيد أنا عملت أو يعني حطيت لك كابشن لمحاضرة كاملة عن الجزء ده عشان تتعرف how severe الأكشن ممكن يكون. 2009 أنا لسه فاكر 2009 كنت بدي محاضرة وذن المحاضرات بتاعتي كانت الحادثة دي كانت حصلت في نفس التايم، ودخلت المحاضرة دي في وسط الليكتشرز اللي كنت بديها at that time. ده إذا كان حد من الناس اللي هي 2009 لسه فاكر. يعني typical damage ممكن يحصل damage للبايبلاين، ممكن يحصل explosion للمين، ممكن يحصل disruption للسيستم، ممكن الناس تقطع المية عنها، ممكن يحصل فيه damage الانفراستركشر بتاعتك، ممكن البايبلاين عشان تصلحها ممكن تاخد يوم يومين اسبوع عشان تصلح بايبلاين due to the damage. انا بس كنت عايز افكرك يعني ان يعني بسرعة جدا مش هاخد وقت طويل، لان من في أكتوبر كان في خط المواسير كان دايما بيغذي أكتوبر، بس أكتوبر وهي زمان يعني زمان لما أكتوبر كانت لسه ما كانش حد ساكن فيها، كان كل يوم الصبح أو مش كل يوم الصبح كل يوم كان يحصل فيه كسر في الماسورة في نفس المكان، الناس تحفر البايبلاين زي كده وتطلع البايبلاين وتغير الماسورة وتركبها وتشغل البامب وتقفل البامب يتحس الكسر في نفس المكان one more time. This is an action of hammer. الكلام ده كان في 89 89 او 90
انا فاكر، لسه فاكر الكلام دوت، كنت لسه راجع يعني من الدراسه بتاعتي. consequences، انت بتلاقي عندك السيستم زي الفل، مواسير محطوطه supported properly زي الفل، مرصوصه زي ما الكتاب بيقول، السبورت موجود اهو، الجوينت الاكسبانشن جوينت موجوده، كل حاجه زي الفل. ممكن تحصل الدامج ان الدنيا تحصل لك تتكسر خالص، المواسير دي تتكسر اذا انت ما حلتش الهامر مظبوط، يحصل دامج في السيستم، وحتى السبورت بتاعك يحصل له دامج ويحصل له انكلينيشن ويحصل له. ده شكل المواسير ممكن يحصل بعد باكيوم بريشر او نيجاتيف بريشر، ممكن يحصل، ممكن تحصل المواسير بالشكل ده. اوكي، ده طبعا منظر مؤلم لمواسير بتتغير بالمنظر ده، ده منظر مواسير دامج بفاكيوم او نيجاتيف بريشر. ده لو حد فيكم فتح كتاب شودري، كتاب اللي انا حطيته لك اول كتاب في الريفرنس بتاعتك الهامر، خلي بالك احنا اغلب الشغل بتاعنا متاخد من كتاب شودري. كتاب شودري في اول شابتر او اول اثنين شابتر احنا بنتكلم فيهم دلوقتي، فهتلاقي الصوره ديت محطوطه as a classical pictures من اليابان power station. شايفين الماسوره حصل لها ايه؟ شايفين الماسوره اتفتحت ازاي؟ This is a plate, a steel plate pipe. البليت اتفتح وبقى زي الايه؟ زي الورقه. This is it seems to be as if ان في maximum pressure حصل وخلى الماسوره تتفتح وبقت زي الورقه بالشكل ده. اوكي، ده منظر على الشمال. هنا لو انت بصيت على الستيشن ديت شايف this is a steel pipeline. طبعا عشان يحصل الانبعاج دوت وده this is due to negative action. You see pipeline حصل لها شكل ايه؟ انت شايف شكل البايبلاين. again the two picture دول موجودين في اول كتاب شودري بيوري فيه، وحاصل الكلام ده في اليابان، مش في بلد متاخره ولا حاجه. yes it's old، بس زي ما احنا قلنا في 2009 كان في حادثه شهيره برضو، على الاقل اعتقد دي في السبنتي يمكن كان في الاكشن ديت في اليابان اذا كنت فاكر كويس. طيب سيبنا من اليابان وسيبنا من روسيا. هنا عندنا بقى عندنا في بلدنا الحلوه pipe burst during commission test 150 كيلومتر 1.6 متر diameter pipe control valve closed too quickly. مش هقول المكان فين، بس يعني ده منظر الفالف روم ما يحصل فيه دامج للووتر هامر. again the check valve closure caused severe pipe formation. بتحصل هنا اهوت وانت في البامب ستيشن ان ممكن البايب لاين تتحرك نفسها وتخترق الحيطه نفسها لو انت مش مثبتها كويس due to the thrust blocks المظبوط، او انت مش واخد الاكشن بتاع الهامر بروبرلي. انت ممكن يحصل death. يعني ايه death؟ يعني ممكن ناس تموت لو انت واقف لا قدر الله في هذا المكان، ولو حصل فيه valve closure check valve closure suddenly وحصل ان الماسوره دي ما كانتش متثبته بروبرلي، ممكن الماسوره دي تتحرك وممكن تيجي تموت بني ادم. خلي بالك الاكشن او الحادثه اللي انا قلت لك عليها في روسيا دي على الاقل موتت 57 بني ادم. فهنا الووتر هامر it's not an easy things. يعني مش easy، يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تقول معلش انا غلطت، I made a mistake on the calculation، أو I made a mistake on the hammer analysis، معلش سامحوني، forgive me. أنت you caused a death of a person over several person there. فبالتالي الأكشن أو الخطأ هنا need to be minimized إلى أقصى درجة. ومينيمايز بإيه؟ مينيمايز بعلمك وبدراستك. Action again آخر مثال يمكن أورينا، هو ده عبارة عن في ألاسكا pipeline كبير كان بيؤدي 20,000 barrel per day field. لما حصل فيه shut surge action حصل فيه shift للpipeline، السupport join اتحركت من مكانها، الحمد لله ما حصلش spilled. الكلام ده في 2006. لو دخلت في النت ودخلت وحطيت اسم الحادثة ديت هتقدر تلاقي several of information about this. Again, another picture.
why we worry about the transient. احنا ليه يعني ايه اللي بيخلينا خايفين او يعني عايزين نحترس منها؟ positive transient can break the pipe. طبعا هتقولي طب يعني break the pipe؟ break the pipe معناها انك انت المية مش هتوصل للناس. break the pipe معناها انت you lose كمية المية اللي انت تعبت ونقتها, انك كمية كبيرة جدا هتبقى في الشارع, انك انت ممكن توقف المواصلات, انك انت ممكن تحصل فيه pollution للمية. كل ده ممكن يحصل. فما تقولش يعني ايه break the pipe, ما تقولش what the heck ايه يعني what the hell ايه break the pipe ايه يعني. So positive transient can break the pipe. It's a large statement here. Transient can cause pipe to shift. Yes, it can be, it can shift. هتقولي طب وفيها ايه يعني لما shift؟ ما shift ديت كلمة shift, it can shift for centimeters or it can shift for a meter and تيجي في وشك. فبالتالي negative transient can collapse the pipe. Negative transient can suck contaminant water into pipe. يعني في حالة حدوث negative pressure. لو انا عندي نيجاتيف بريشر معنى كده لو انا الميه البايب لاين بتاعتي under the ground in the middle of polluted water ممكن يحصل في sucking للcontaminant water داخل المواسير. injuries or deaths طبعا ديت اول حاجه تتحط, بس انا حطيتها اخر حاجه هنا. يعني خلي بالك انك انت ممكن تؤدي إلى موت بني آدم أو موت ستاف بيعمل تيست للماسورة دي. غالبا بتاخد حذرك من كل العواقب دي. فاكتور في سيفتي بتاعتك بيبقى عالية جدا, كالكوليشن بتاعتك بتبقى متراجعة 3-4 مرات, مفيش ايرور في السيناريو بتاعتك, مفيش مش عايز أقول الكلام دوت لأن احنا في الكلاس, مفيش يعني حد, مفيش غش في الكلام ده. يعني you cannot manipulate your results. حتى لو كانت هي the computer program لازم تكون عارف الكمبيوتر بروجرام ده بيطلع ازاي, لازم تكون متاكد الكالكوليشن شيت بتاعتك هي مظبوطه, verified reviewed properly written, ومفيش فيها اي حاجه مستخبيه. Why should I care about water hammer or we care, بلاش I. Service break طبعا, main break flexible pipe versus rigid. خلي بالك واحد كان ممكن يقول لي الله ده أنا البلاستيك بايب بتاعتي خلي بالك دي lower pressure rise. ليه؟ لأن الإلاستيستي بتاعتها قليلة, فبالتالي الويف سبيد هتحصل, هنعرفها دلوقتي, الويف سبيد الناتجة عن البلاستيك بايب هتبقى قليلة. فبالتالي يلا بينا كلنا نستخدم بلاستيك بايب وهاي دنسي بولي إيثيلين وما نستخدمش أي حاجة تانية. طبعا this is not a correct statement. استخدام المواسير أو الماتيريال بتاعت البايب لها قواعد ولها أصول, ليس منها أو يعني مش عايز أقول ليس منها يعني آخر اعتبار فيها أنك تقول ما هو ده هيحصل فيها lower pressure rise. On the same time وانت بتقول lower pressure rise ما هي برضو في البلاستيك بايب ديت ما هي ممكن تحصل لها فتيج من البريشر اللي بيحصل over time. بمعنى الماسورة بتاعتك لو كانت بلاستيك بايب for example وانت قلت انا عايز اجيب بلاستيك بايب عشان الاستيستي بتاعتها كويسة وانها بتعمل ابزورب مش عارف البريشر ويف والوريش بريشر ويف بتاعتي هتبقى قليلة كل الجميل ده, بس in the same time انت عندك recurrent للهامر. هامر ممكن يحصل power failure on and off on and off في خط مثلا سيويج بيقفل ويفتح 4 مرات في الساعة, 5 مرات في الساعة, 6 مرات في الساعة, في على مدار سنة ممكن تكون عملت 10,000 action من on and off. فأنت over time بيحصل فيه fatigue للبايب. يبقى معنى كده أنت عندك advantage للlower pressure rise, بس in the same time بأنك أنت خدت يعني خدت حاجة حلوة من وجود البلاستيك بايب, but in the same time هيحصل لها fatigue over time. فأنت لازم تاخد في حسابك في الكالكوليشن بتاعتك أنك أنت لما تيجي تستخدم مواسير بلاستيك high density polyethylene لازم تعرف استخدامها في كم ساعة هيحصل فيه deteriorated للpressure rating at the day. Steel, concrete and ductile pile don't expand as easily, generated higher
pressurized، بعكس البلاستيك. خلي بالك بعكس البلاستيك، لو انا جبت ستيل بايب، كونكريت بايب، داكتايل ايرون بايب، هلاقي البريشر رايز عندي كبير جدا، وكمان ما عندهاش اللور فاتيج اللي كانت موجوده في البلاستيك. طيب يبقى واحده فيها بلس وماينس اللي هي الفاتيج، بلس لللور بريشر وماينس للفاتيج، وفي حاجه او البروز والكونز، وفي حاجه تانية اللي ستيل ان هو فيها لور فاتيج بس في نفس الوقت انا عندي هاير بريشر رايز. طيب يبقى وانا باخد بالي بالماتيريال لازم اكون واخد بالي من الحاجات دي كلها. contamination potential from negative pressure احنا قلناها، instrumentation gauge failure ممكن يحصل gauge failure للextreme high pressure or low pressure اللي موجود في السيستم، ممكن بعض الinstrumentation تبوظ وتعدي عليها الويف وتكسر يعني ولا تحس بيها او تعمل لها damage. control alarm issue PRB pressure based pump control، لازم يكون في عندي several alarm في السيستم اللي انا بشتغل عليه due to the hammer problem. Where and when should I be concerned? Fail. اتفقنا احنا بنكرر عشان نخرج واحنا حافظين pump station اكيد. في الكنترول فالف، isolation فالف طبعا، لو انا قفلته isolation فالف suddenly هيعمل لي مشكلة. hydrant عند المطافي وهي بتفتح وبتقفل suddenly. الرابيد اند لارج ديماند تشينج، لو واحد بيسحب ميه بكميه سريعه سادنلي او بيقلل الديماند سادنلي. الاير ريليز فالف لو انا مش مصممه صح وحصل فيه اكزاست للاير عالي جدا، ريليز للاير عالي جدا. كولوم سيبريشن اوف كورس، كولوم سيبريشن واحده من اكبر الدامج اللي هي بتؤدي للهامر اكشن ديو تو ذا فاكيوم اللي بيحصل. لونجر مين اند هاير فيلوسيتي طبعا، اي بايب لاين طويلة وبيها high velocity على طول تتوقع أن يكون في hammer action يحدث. network main less likely to have problem. yes دي statement صحيحة، يعني أنا لو عندي بدرس network pipe network، عارفين يعني إيه كلمة network؟ network يعني شبكة مية. لو أنا بدرس شبكة رئيسية بتاعت مية، أيوة فيها الهامر قليل بس لازم أدرسها، لازم أدرسها لأنها it may happen. it might normally it might need a protection بس هي اقل طبعا من اللونج باي. dangerous sign، هي ايه dangerous sign؟ again احنا بنتكلم في introduction، ايه هي الحاجات اللي انا اخد بالي منها؟ لما يكون في long pipeline with pump، large change in elevation، multiple pump in parallel، do I have problem with water hammer؟ how can I tell؟ ازاي اعرف انا راجل ما يعرفش حاجه عن الويتر هامر، ازاي اعرف ان في هامر؟ حتى لو رحت زرت الموقع ولقيت ان في بانجينج نويز يعني صوت قاعد بيعمل لي زي الطرق بالظبط، وعشان كده سموها مطرقه مائيه، صوت طرق بانجينج يعني صوت كان شاكوش بيخبط في المواسير، نويزز فايبريشن. لو حطيت ايدك على المواسير هتلاقي الماسوره قاعده بتتهز كان ايدك بتترعش يعني. Where term of water hammer comes from? Pressure waves bouncing of pipe. Hammer action بيحصل لما pressure wave bouncing back and forth. Check valve slamming لما يحصل فيه check valve slamming. أنا متهيألي حكيت لكم مرة على اللي check valve لما كان again لما كنت صغير يعني ورحت زيارة للcheck valve slamming condition، كان كل ما يحطوا check valve يتكسر، كل ما يتحط يغير التشيك فالف يحطه في مكانه يتكسر تاني. اللي التشيك فالف سلام هنا هوت، وهنعرف ان ده واحد من السورس اللي هي بتدي حمر، وان هي بتعديل بسيط فيها او باختيار صحيح لها ممكن تدي اكشن ممتاز في التشيك فالف. frequent pipe breaks in the same place especially near the pump station، زي ما انا قلت لكم في نفس المكان الماسوره بتتكسر، في نفس المكان كل يوم تتكسر الماسوره ويغير الماسوره ويقعد اسبوع على بال ما يصلحها وتتكسر تاني، وهو مش عارف ان في حاجه اسمها هامر في المكان ده. lower high point in the system، ان يكون في عندك low point or high point في السيستم تاخد بالك منها. system measurement normally transient or too fast for SCADA، لو واحد قال لك انا عندي SCADA system، SCADA معنى SCADA يعني ايه؟ SCADA ان انا بعمل زي
كمبيوتر سيستم، بقدر اعمل مونيتورنج للبريشر للفيلوستي لاي حاجه، الفالف كلوجر موجود في السيستم، بعض السيستم اللي موجود في اوروبا كله معمول بالسكادا سيستم. السكادا سيستم مش هتقدر تو بيك ذا ترانزيانت ويف، مش ممكن هتعمل بيك للترانزيانت بريشر انكريز، فبالتالي انت محتاج حاجات اعلى دقه في الاس بوتنشال، potentially minimal symptom due to the infrequent occurrence or no monitoring. Do we need protect against it? طبعا من غير يعني بعد كل اللي قلناه ده، هل احنا محتاجين حماية؟ ايوه محتاجين حماية. How to predict and prevent the damaging of the pipeline. طيب بما ان احنا محتاجين حماية وعرفنا هي بتحصل ازاي وعرفنا فين وعرفنا الاكشن وعرفنا الساوند وعرفنا كل الالارم ده، هعمل ايه طيب؟ What do we do about it? Competent computer analysis to fully determine cause or problem to confirm or confirm no problem. خلي بالك وانت بتعمل analysis، مش كل ما تعمل analysis تقول الله هي فين المشكلة. ما يمكن تكون يا أخي وانت بتعمل الاناليسيس انك انت السيستم بتاعك سيف وما فيهوش مشكلة. فانت when you do a hammer analysis, when you do a hammer report, you can have an output and saying to you that there is no problem and my system is safe, أو انك انت بتقوله yes there is a problem and it is required from you to solve it. يعني الريبورت ممكن ينتهي انك انت ما عندكش مشكله الحمد لله، او ممكن ينتهي تقول انا عندي مشكله، بس ده ما انتهاش كده، هينتهي بانك انت تحدد المشكله، تحدد السايز بتاع المشكله and then you put the protection with size بتاع protection will also establish a proper selection of any required corrective measure. هو ده اللي انا بقوله corrective measure including location timing and sizing surge analysis protect pipeline and its appurtenance protect the human life reduce the pipe cost. عارفين كلمة reduce the pipe cost ليه؟ لأن أنا لما أعمل الهامر أناليسيس أولاً أنا بقلل الكوست بتاعت بايل، لأن أنا ممكن أقول أنا لازم أقعد أكبر الماسورة وأتخم الماسورة وأجيب أكبر ماسورة في الدنيا عشان تتحمل. أنا ممكن أعمل الهامر أناليسيس وأختار حل أرخص من الحلول دي، أو إن أنا المواسير اللي بتتكسر على طول دي أنا بقلل الانفراستركشر كوست بتاعت. When the search analysis considering should be given to هنا بعض الكريتيريا اللي بتقول لك امتى تعملها. اي حاجه exceed 4 feet per second. 4 feet per second يعني 1.2 1.3 اي بايبلاين فيها 1 متر per second او اكبر انت لازم تعمل لها هامر اناليسيس. The length of the pipeline exceed 1000 feet يعني 700 متر. لو انت عندك ماسوره طولها 700 متر او اكتر لازم تعمل لها هامر، او اقل ممكن تقول انا مش هعمل واعدي الحته دي. There are fast acting valve in the system. لو كان في عندك valve بيقفل بسرعه جدا على طول لازم تعمل الكلام. There are a pump in the system. لو في pump no matter اللي عندك لازم تعمل analysis. اوكي okay. Where pressure surge occur بيحصل في distribution، بيحصل في waste water force main. كان بمناسبه waste water كان عندي واحد زميل زمان بقول له الخط دوت في ويست ووتر، قال لي الويست ووتر ما فيهاش هامر. لا طبعا الويست ووتر ممكن يحصل فيها هامر، وممكن يتعمل لها هامر اناليسيس، وممكن يتعمل لها بروتكشن. ما فيش حاجه اسمها الويست ووتر ما يتعمل لهاش. الويست ووتر دايما بنقول على الخطوط الطرد بتاعتها الفورس مين، بالنسبه للميه بنقول عليها ترانسميشن لاين. الووتر ديستريبيوشن سيستم اللي هي الشبكات بعمل لها هامر. الووتر ويست ووتر فورس مين بيتعمل له، الترانسميشن لاين بتاعت المايه بتتعمل لها، ستورم ووتر رايزنج مين بتتعمل لها، باور ستيشن كولينج سيستم اويل بايب لاين هيدرو باور ستيشن فلويد سيستم ويتش انيرشال ماس اند فيلوسيتي اوف ذا فلويد سيجنيفيكانت، لازم يتعمل لهم هامر اناليسيس. بريفنتيف كنترول ميثود، انت المفروض تعمل ايه هي الحلول ان جنرال. احنا في محاضره كامله على البريفنتيف ميجر في يعني بعد لسه ما ناخد الايكويشن بتاعتها وكل الكلام ده، في محاضره كامله هاو انك انت تو بريفنت ميجر فالف اوبريشن انكلود تايمينج. انا ممكن اغير في التايم بتاع الفالف فيديني حل. انا ممكن اعمل بامب ستارت وستوب انكلودنج ديلي، يعني ممكن ااخر الستارت بتاع الترومبه اللي هي بسميها سلو ستارتر، او استخدم فاريبل سبيد بامب عشان اخليها تقلل
القفله السبيد بتاع القفله بتاعتها بروبر تشيك فالف سيلكشن. اذا انا اخترت تشيك فالف محترم بطريقه افكتيف اقدر امنع السلامنج اللي بيحصل في تشيك فالف. الاير فالف اذا انا عملت له ديزاين بروبرلي في الستيدي ستيت طبعا هيكون واحد من البريفنتيف ميجرز اللي انت بتعمله في الفيلنج او الدريننج. طبعا لو انت في ديورينج الترانزيانت المحبس الوحيد اللي هيشتغل معاك في ديورينج ترانزيانت في الاير فالف اللي هي الفاكيوم بريكر. اوكي كنترول ميجر سيرج كنترول فالف لايك بريشر ريليف فالف. كلمه بريشر ريليف فالف اتفقنا او خدنا واحد من انواع الفالف اللي بيعمل ريليف due to maximum pressure. يعني بظبط المحبس ده على 5 بار. اذا زاد عن 5 بار بيعمل بيروح فاتح بيخرج كميه ميه بيعمل ريليف للبريشر. يمكن يستخدم الكلام دوت في حاله الماكسيمم بريشر بروبلم بس، لكن لو في نيجاتيف ولا هيحصل حاجه. سيرج تانك اند اير فيسل دوت واحد من اهم السوليوشن. بامب باي باس انذر سوليوشن. سترونجر سيستم ديزاين انك بتكبر الستريس بتاع البايب بتخليها تتحمل اكبر بتخليها تتحمل بريشر اكبر. طبعا واحد يقول لي يعني ايه اتحمل بريشر اكبر في البوزيتيف؟ ان انا اجيب بريشر ريتنج اعلى. طب وفي النيجاتيف في حاجه اسمها تتحمل بريشر نيجاتيف فيبر بريشر اجيب ماسوره تتحمل اكتر؟ لا طبعا الفيبر بريشر ليس له علاقه بسترونجر بايب، لكن ممكن اقول ان سترونجر بايب ممكن تتحمل نيجاتيف بريشر اقل من الفيبر، بمعنى لو كان في ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة الماسوره دي تتحمل ولا تتحملش. في مواسير لا تتحمل ماينس 4 او ماينس 5 زي جي ار بي فور اكزامبل. ترانزيت فلو، خلينا ناخد شويه حاجات قبل ما نقفل النهارده. خلينا ناخد حاجه صغيره كده فيها ايكويشن جميله. ترانزيت فلو ثرو لونج بايب the increase but pressure will produce a pressure wave that will travel back and forth. دي احنا عارفين ان انا بمجرد ما يحصل في action the valve closure بيحصل في pressure increase والincrease pressure ده هيبتدي يتحرك back and forth. لسه هناخدها في المحاضرة الجاية ازاي بيتحرك لغاية لما يحصلها dissipated. يعني ايه dissipated؟ يعني بيحصل لها dissipation بالعربي يعني انها تختفي او تقل او تقل مع التايم. اوكي باك اند فورس لغايه لما يحصل dissipation due to the friction. الفريكشن هو اللي بيخليها تقل او تختفي. and flow condition have become steady again. فاكرين كلمه start with a steady make an action of hammer and then return to steady again؟ هو ده اللي احنا هنقوله. ان لو احنا عندنا التايم بتاع الزيرو هو ده بدايه الاكشن بتاع الهامر. يبقى قبل زيرو كان ايه؟ قبل التايم زيرو اللي هي تي اقل من تي زيرو كان ستيدي ستيت، صح؟ طيب لو انا بقول ان بتوين تايم زيرو وتي واحد حصل كل المشاكل بتاعتي وكل الفاريابيليتي بتاعتي وكل الفاريشن بتاعتي حصلت في الحته دي، فهنا انا بقول ان الترانزيانت اناليسيس بتاعتي هتحصل بين تي زيرو وتي واحد. طيب بعد تي واحد هقول انها تحصل سيري ستيت اجين. يبقى انا قسمت التايم بتاعي لثلاث مراحل. واحد انا عارف ان في اكشن هيحصل بتاع هامر. قبل الاكشن ده كانت الدنيا سيري ستيت وكانت حلوه وجميله، كانت تي اقل من تي زيرو، تمام؟ طيب بين تي اكبر من زيرو واقل من تي واحد اللي هي الاكشن بتاع الترانزيانت ده بسميه ترانزيانت فلو بيريد او ديوريشن. بعد تي واحد كل حاجه اختفت وبقت جميلة ورجعت تاني steady state، وبقول ان T1 ده هو ده الريتيرن بتاعي لل steady state condition. طيب again لو انا عندي المنظر اللي عندي هو ايه؟ هو خزان pipeline محبس مفتوح في pipe support وفي liquid بيمشي زي الفل محدش معاكسه ولا حاجة. consider pipeline health water L lens L water is flowing from constant level upstream reservoir to above downstream. Assume the valve instantaneously closed at time zero. يعني عند time zero كل الأكشن هيحصل، كل الدراما اللي عندنا هتحصل لما time zero. For the full open position to half open position أو fully open. مش هي دي الإشيو دلوقتي. This reduces the flow velocity through the valve thereby increasing the pressure at the valve.
طيب حلو، يبقى نفس الكيس الاولانيه كان لسه مفتوح وكل حاجه تمام، لما قفلت الفالف كلوز سادنلي حصل ان في حصل عند الفالف في انكريز للبريشر، وان الجزء اللي جنب الفالف دوت بقى بسرعه البروس بتاعته زيرو، الجزء اللي هو احمر ده حصل له كانه الملاصق للفالف بقى بسرعه زيرو، ولسه الفيلوستي اللي جاي من الخزان لسه بسرعته عادي، اللي هو اللون اللبني دوت او التركواز جاي بسرعته عادي، الليكويد ستيشنري في المنطقه ديت، ودي الويف ده بدايه الويف هتتحرك وتتحرك بسرعه جدا. يعني ايه الويف بتتحرك؟ كلمه ان الويف بتتحرك مش معنى كده ان البارتكل بتاعت الليكويد بتتحرك، ده عباره عن اكشن، عباره عن ويف زي الساوند ويف. ساوند ويف لما الصوت بتاعي بيتحرك هو وصل لك من خلال ويف. لو الويف بتاعت اللي في الميه بتحصل، مش البارتكل بتاعت الميه هي اللي بتتحرك بسرعه الويف، لا انا ممكن الويف بتاعتي تبقى اسرع من حركه الميه بكتير جدا. فهنا بنقول ان في شوك ويف بتحصل، الجزء ده ستيشنري، شويه شويه الجزء اللي ستيشنري ده بيزيد والويف بتتحرك، ادي الجزء الستيشنري اللي ثابت بسرعه زيرو، ولسه السرعه هنا بسرعه معينه هنشوفها بالديتيل في المحاضره الجايه. الجزء الاول التولز اللي عندي هم التولز قليلة جدا وسهلة قوي. conservation of mass اللي هي Q1 بيساوي Q2 أو رو في Q بيساوي رو في Q، فاكرين الكلام ده طبعا، أو conservation of momentum رو في Q في V بيساوي رو في Q في V زي الفل. conservation of energy then only equation P over gamma زاد زاد V V سكوير على 2G بيساوي constant. you know all this tool. التولز ديت هي اللي عندي، هناخدها أصعب سنة صغيرة بس مش هي دي اللي عندي. We'd like to know pressure. أنا عايز أعرف pressure في حالة الريجيد أو في حالة الإلاستيك. عايز أشوف propagation of speed wave بكام. عايز أعرف time history. طلباتي قليلة جدا. أنا طلباتي قليلة قوي في أنا عندي شوية ثلاث حاجات عندي، وعايز أطلع pressure change وعايز أطلع propagation. طيب لو أنا تخيلت كده إن أنا عندي ماسورة، الماسوره ديت فيها سرعه V وفي فالف في الاخر، صدمة فالف كلوجر على التايم بصفر، اتفقنا ان في يحصل فيه عشان اقفل المحبس ده صدمي انا محتاج انفاينايت فورس جامده جدا عشان احمله، لان في ماس بتتحرك بسرعه معينه انك تقفلها انت محتاج قوه كبيره عشان تعمل كده. It's impossible to stop all the fluid instantaneously. يعني ايه؟ ايوه احنا بنقول let's close suddenly وبنقولها كده بالفم المليان، يعني بقولها بمنتهى السلاسه والجمال، بس this is an action جامد جدا عشان تتخيله. تخيل كده عشان توصل لمخك يعني ايه sudden change. تخيل كده قطر وداخل على محطه رمسيس وداخل بكل سرعته، يعني لا قدر الله داخل بكل سرعته على محطه رمسيس، وانت واقف في المحطه ديت، طبعا بعيد شويه عشان بس ما تتخضش، واقف عند المحطة دي وشايف الأكشن ده، هو داخل بكل سرعته، الراجل ما عملش فرمالة ما فرمالش، بس في لحظة معينة هو وصل للأند أوف ذا لاين اللي هو الفالف كلوجر. طبعا أنت متخيل إيه اللي حصل في اللقطة دي؟ أكيد كلكم شفتوا الحادثة بتاعت القطر وهو داخل على الستيشنز وكأن فالف كلوجر. It's a huge force بتحصل في الحتة دي. It's a damaging force. بس خلينا نقول we can do it in a short time, we can do it instantaneously. خلينا نعدي الحتة دي. Change in the pressure due to rapid flow. When the flow change are rapid, the fluid compressibility is needed to be taken into account. دي أول كلمة بقولها في الكمبرسيبيليتي. يعني أنا لما أجي أقفل الفالف وأقف الفلويد، خلي بالك في حاجة هتحصل، إن الفلويد دوت هيحصل له كمبرسيبيليتي مع بعض. تخيل كده أنت واقف في المترو، معرفش أنتم كم واحد منكم ركب المترو بتاع حلوان وهو الصبح بدري وهو جاي من 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 المعادي ورايح الجامعه، ده كان مشوار يعني لمده 5 سنوات كامله، وهو مليان على اخر الصبح وانت واقفين كلكم ستاكت توجذر. تخيل كده انك انت القطر فارمل، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل في الفارمل؟ اتس كومبرسيبيليتي بتحصل، طبعا كومبرسيبيليتي بين الناس بتحصل، بس هنا تخيل كده ان ارجع تاني للبايب لاين بتاعتي، بايب لاين قفلت سادن كلوجر، بيحصل كومبرسيبيليتي للليكويد، الليكويد ده بيحصل له فوليوم تشينج، طبعا انت مش هتشوفه
ما تقوليش انا ما شفتش الكمبرسابيليتي بتاعت الليكويد وانا مش شايفه، ما حدش يقدر يشوفه. ده عايز يعني كمبيوتر هاي سبيد كاميرا عشان تقدر تشوف الكمبرسابيليتي بتاعت. تشينج ار نوت انستنتينوس throughout the system rather pressure wave move back and forth. Pressure wave بتحرك back and forth pipe walls to be rigid and the liquid to be slightly compressible. الحالة اللي احنا هندرسها دلوقتي حالا ان البايب وول ريجيد. يعني ايه ريجيد؟ الماسوره بتاعتي دي هي ريجيد، يعني مش هيحصل لها الونجيشن، مش هيحصل لها ستريتشنج. واخدين بالكم؟ يبقى في حاجه واحده هناخدها هنا عشان ناخد حته واحده واحده. we are talking about compressibility of the liquid, we are not talking about elasticity a little bit. Assume that the flow velocity can من V to V plus delta V وكانت pressure من P هتتغير ل P plus delta P. Okay. The change في pressure will produce a pressure wave that will propagate upstream. أنا هعدي الصفحة دي وأرجع لها تاني. أدي الجزء اللي أنا بدرسه. كان ال velocity V naught أصبحت V naught plus delta V. وعند ال valve closure اللي موجود هنا أو عند ال action اللي أنا هعمله هنا هو حصل change. اللي تشينج ده ادى ان الفلوسي بدل ما كان في نوت بقت في نوت بلس دلتا في، وادى ان البريشر بدل ما كان هنا بقى بانكريز هنا، وادى ان في ويف سبيد هتتحرك بسرعه هسميها ايه. دي فولو ده. يبقى اول نقطه خليكم معايا في اللحظه دي بس لقطه صغيره، ان ادي السيستم اللي موجود عندي. انا عندي بايب لاين مليان ميه كانت السرعه فيه في نوت وبقت في نوت بلس دلتا في، ماشي؟ وكمان حصل change suddenly في منطقة في الماسورة دي أدت إلى إن الفلوستي تبقى من V نوت ل V نوت بلس دلتا V. حلو. وفي نفس اللحظة حصل فيه change في البريشر مقداره دلتا H for example، خلينا دلتا P خليها اسمها دلتا P. وفي نفس الوقت البريشر increase ده اللي بيحصل هيتحرك بسرعة A اللي هي سرعة A ديت. تمام؟ طيب أرجع تاني للصفحة بتاعتي. يبقى the change in the pressure will produce a pressure wave that propagate in the upstream direction. Upstream هو ده الأبستريم، ده رايح الأبستريم. الجزء اللي على الشمال ده هو الأبستريم، الجزء اللي على اليمين ده الداونستريم، ماشي؟ So when the wave move to the upstream direction, okay, the speed of the wave هي A. احنا هنسميها A. The unsteady flow situation can be transformed into steady flow by assuming the velocity reference system move with the pressure wave. هي دي النقطة اللي أنا عايز أتكلم معاكم فيها. إزاي أخلي اللقطة دي فيكسد قدام عيني؟ إذا كان الويف دي بتتحرك، الويف دي أنا هشغل البوينتر شوية يا رب أعرف أعملها، ليزر بوينتر. شايفين الويف دي الأي؟ الأي دي بتتحرك ويف سبيد هنا هو، أوكي؟ اللي هي البريشر انكريز ده هيتحرك بنفس السرعه دي. تخيل كده، انا قلت لك انا هحاول اوقف الصوره، يعني هعمل كنترول فوليوم واحاول اوقف الصوره بحيث اني اخلي كاني انا هخلي ان هرجع تاني كأني بعمل إيه؟ أنا am assuming a reference system to move with the pressure wave. يعني كأني هخلي ال control volume اللي أنا هاخده دوت، أنا هاخد control volume أهو، ماشي؟ هخليه يتحرك بسرعة A. لو تخيلت كده إن في control volume بيتحرك بسرعة A، يبقى خلاص، يبقى كأني الصورة ثبتت عندي. يعني كأني هحول ال unsteady إلى steady state. يعني كأني أنا هتحرك مع الفريم ده. الفريم ده اللي موجود عندي باللون الفاتح ده هتحرك بسرعة A، يبقى الصورة ثبتت معايا. الصورة اللي موجودة ديت بالبريشر انكريز اللي موجود ده وبالويف سبيد ديت وبالمنظر ده ثبتت معايا. اللي هيحصل هنا ايه؟ ان بدل ما V نوت بقت هتبقى اسمها V نوت بلس A، وبدل ما هي V نوت بلس دلتا V هتبقى V نوت بلس دلتا V زائد A. كأني حولت الـ unsteady state إلى steady state condition عشان أعرف أحله. يعني أنا بعمل كده عشان أعرف أحل continuity momentum وبرنولي وكل الكلام اللي أنا أقدر أحله، لأن أنا معرفش أحل unsteady state دلوقتي.
فأجين أنا أخذت control volume وخدت control volume دوت بيتحرك بسرعة A وزودت الفينوت على الـ A وزودت الفينوت دلتا دي زائد الـ A خلق كأني الصورة قدامي ديت ثبتت كهي كأنها زي ما هي قدامي على الباوربوينت دلوقتي. طيب الدنستي الرو نوت بقت رو نوت زائد دلتا رو، البريشر بي نوت زائد دلتا بي، اوكي ماشي. الدنستي اتغيرت ليه؟ مش احنا قلنا هناخد الكمبرسابيليتي معانا، والبي نوت بلس دلتا بي مش ده هو البريشر انكريز اللي حصل واللي احنا عايزين نحسبه؟ ادي المنظر اللي عندنا، ان ادي السرعه اللي موجوده، ادي السرعه في الاتجاه الثاني الناحيه الثانيه، ادي الرو نوت في الاول، ادي الرو نوت بلس دلتا رو نوت في الجزء الثاني، ادي البي نوت، بي نوت زائد دلتا بي. طيب لو انا حطيت المومنتم ايكويشن كده وقلت انا عايز ادرس الكنترول فوليوم اللي قدامي ده، واقول الام 1 زائد ام 2 بيساوي الوزن زائد الفورس اللي موجوده عند واحد، الفورس الثاني عند اثنين، زائد الاف اس اس اللي هي عند السيرفس. احنا الجزئين اللي احنا هنهملهم في فور ذا سمبلستي، الوزن هنهمله والسيرفس فورس هنهملها، هيتفضل عندي معادله المومنتم ايكويشن الام 1 اكس اللي احنا زي خدناها بسنه ثانيه مدني، ام 1 زائد ام 2 بيساوي اف بي زائد اف بي 2. لو انا قلت ان الام 1 هي اسمها رو في كيو في في، اللي هي رو 1 في بي 1 في في 1 في اي 1 بس باشاره الماينس، الام 2 رو 2 اللي هي رو في كيو في في، رو في في 2 في اي 2 في في 2 بس باشاره البوزيتيف، لان الاريا مع البلاستيف في اتجاه نفس الاتجاه، هنا الاريا عكس الاتجاه. واحنا عندنا الكونسرفيشن اوف ماس بتقول ان رو في كيو بيساوي رو في كيو، وعندنا بنقول ان ما حصلش فيه اي الاستيستي، يعني معنى كده ان الاي واحد بيساوي اي اتنين. فانا لو خدت ان هوت ارجع تاني اعوض في المعادله بتاعت الام واحد ام اتنين اف بي واف اتنين، هحط الام واحد في مكانها، الام اتنين في مكانها، والبي واحد اف بي واحد اللي هي بي واحد في الاي واحد، والاف بي اتنين اللي هي بي اتنين في الاي اتنين. انا لو بما ان الاي واحد بيساوي اي اتنين تقريبا، كلمه اي واحد بيساوي اي اتنين معناها ايه؟ عشان تبقى انت فاهم، اي واحد مع يساوي اي اتنين يعني ما حصلش الاستيستي في الماسوره ما حصلهاش، اتغيرت في الكروسكشن. يبقى معنى كده ان الدلتا بي هنا هو، وهسمي الدلتا بي بي 2 ناقص بي 1، فهنا هقدر اشيل اي 1 المشترك دوت، اقدر اشيله، هيتفضل عندي ان رو في البي 1 في الدلتا بي بيساوي ماينس دلتا بي. لو انا بصيت على الايكويشن دي، وان انا عارف ان البي 1 طبعا اللي هي، خلي بالك انا هرجع تاني، البي 1 في الحته دي اللي هي دي، الفي واحد اللي هي دي، اللي هي الفي واحد اللي هنا اللي انا سميتها في نوت زائد اي، ماشي. يبقى الفي واحد هنا هي تساوي في نوت زائد اي. خلي بالك الويف سبيد هنا هي اكبر بكتير جدا من الفي نوت، فبالتالي اقدر اشيل الفي نوت وانا مستريح. هتعرف ازاي ليتر لما هقول لك قيمه الاي بكام. فانا اقدر اشيل الفي نوت وانا مستريح واقول ان الفي واحد بيساوي الاي، فبالتالي هنا هوت الدلتا بي بيساوي ماينس رو اي دلتا في. القانون ده لو انا قلت ان الدلتا بي بيساوي رو جي اتش، يعني اللي هي البي بيساوي جاما اتش، واقدر اشيلها واقدر احطها بالتعويض الثاني، اقدر احط الدلتا اتش بيساوي ماينس اي دلتا في على جي. هنا القاعده اللي انا وصلت لها هنا هي دي واحده من ركائز الهامر. يعني ايه؟ هتقول لي يعني طب ما انت ده انت عملتها يعني بثلاث اربع حركات بسيطه بكونتينيوتي ومومنتم. الكلام دوت من 1860 او 1870، يعني من اكتر من قرن فات كان في الكلام دوت كان طالع، وكان الدلتا اتش بيساوي ماينس اي دلتا في على جي. دي اسمها جوكوفسكي ريليشن. جوكوفسكي ريليشن مع السمبليسيتي بتاعتها ديت
بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان الدلتا اتش الانكريز اللي بيحصل في البريشر او في البريشر هيد بيساوي ماينس في الاي في الدلتا في التشينج اللي حصل في الفلوستي على عجله الجاذبيه الارضيه. طب هندي شويه امثله. لنفرض ان الدلتا في ديت كانت انا كانت السرعه بتاعتي كانت 1 متر في الثانيه وبقت 0، يبقى الدلتا تي الدلتا في بكام؟ يعني انا السرعه بتاعتي كانت 1 متر في الثانيه بقت 0، يبقى الدلتا في بقت اسمها 0 ناقص 1، يبقى الدلتا في بكام؟ بناقص 1. يبقى هنا ناقص في ناقص 1 يبقى في عندي 1، والجي عندي 9.8. اوكي، لو انا تخيلت كده انا عندي 1 فوقهم، ولو تخيلت ان الاي ديت تقريبا 1000 والجي تقريبا 10، يبقى ال1000 على 10 بكام؟ ال1000 على 10 ب100. يعني معنى كده انت عايز تقول لي بمنتهى البساطه ان لو انا غيرت السرعه من 1 الى 0، يعني قفلت المحبس صدلي وكانت الليكويد اللي جوه الماسوره ديت ميه وكانت عجله الجاذبيه الارضيه عاديه خالص، عايز تقول لي ان الدلتا اتش اللي هتحصل هتساوي 100 متر. عارفين 100 متر يعني ايه؟ يعني 10 بار. عارفين 10 بار يعني ايه؟ يعني انت حصل لك انت فوق للسيلي ستيت، لو زدت 10 بار انت ممكن يحصل لك فيلير للماسوره لو كنت جايبها 10 بار بس. فهنا احنا بنتكلم على جوكوفسكي ريليشن اللي هي طلعت من المعادله اللي فاتت ديت بمنتهى البساطه، اللي بتقول لي دلتا اتش بيساوي ماينس ساين في الاي في الدلتا في على جي. دلتا في هي التشينج اللي حصل في البلاستي. طيب الناس كلها زمان كانت بتحل بالجرافيكال ميثود، الحمد لله احنا مش هنحل بالجرافيكال، لكن احنا واحنا اول سنه في التعليم بتاعنا في الهامر 1982 كان اول حاجه بناخدها ان انا ازاي بحل ووتر هامر بالجرافيكال ميثود. جرافيكال ميثود باخد الايكويشن اللي فاتت ديت الدلتا اتش بيساوي ماينس اي دلتا في في ابسط صورها، واشيل الدلتا في واحط بدلها دلتا كيو على باي دي سكوير على 4، واشيل واحط الدلتا كيو هنا هو تحت الدلتا اتش، دلتا اتش على دلتا كيو هيتفضل اي 4 دي سكوير باي في جي، يعني معنى كده اي على جي. خلي بالك الدلتا اتش على كيو هي نفسها دلتا اتش، ده يعني الباقي كله كونستنت. ممكن اقول ان دلتا اتش على في على دلتا في بيساوي اي على جي. الاي على جي ده كونستنت، ده رقم ثابت. يعني انا لو برسم بين اتش وكيو او اتش وفي ممكن ارسم خط بسلوب تان الفا بيمثل لي ان الخط دوت بيحل لي الجوكوفسكي ايكويشن لانها لينير ريليشن. طيب خلينا نبعد عن الحته دي شويه لان ده مش هو اللي احنا هنعمله. خلينا نكمل الحته ديت عشان نخلص من الحته دي، خلاص احنا فاضل لنا ما تقلقوش احنا فاضل لنا تو سلايد او كده بالكتير قوي. انا دلوقتي عندي الكونسرفيشن اوف ماس. كونسرفيشن ماس يعني ايه؟ يعني رو في كيو بيساوي رو في كيو. الرو الاولانيه في الكيو في الكيو بتاعتها الاي في الفي نود زائد اي، الرو الثانيه بقت رو نود زائد دلتا رو، والكيو الثانيه بقت الاي في الفلوستي الجديده اللي هي في نود زائد اي زائد دلتا في. بقعد اعمل سمبليفيكيشن للكلام دوت واطلع الدلتا في لوحدها، طلعت الدلتا في بتساوي الكلام. طيب حلو، هاخد الدلتا في ديت واكتبها في الصفحه اللي بعديها. ده انا كنت لسه مطلع من المومنتم ايكويشن المعادله اللي بقول فيها الدلتا في بيساوي رو في الفي نوت زائد اي دلتا في، وكنت لسه انا مطلع من الصفحه اللي فاتت ان الدلتا في بيساوي ماينس في نوت زائد اي دلتا رو على رو نوت زائد دلتا رو. هنعمل شويه سمبليفيكيشن. شايفين الدلتا في دي؟ انا هشيل الدلتا في دي واحط القيمه دي كلها هنا، وفي نفس الوقت هعمل شويه سمبليفيكيشن. هقول الله، وانا ببص على الدلتا رو ديت بالنسبه للرو نوت، مش الدلتا رو ديت حاجه صغيره جدا بالنسبه للرو؟ التشينج اللي حصل في الدينستي حاجه لا تذكر. ممكن اخليها اشيلها من المعادله دي هنا بس في تحت، اوعى تشيلها من فوق، لو شلتها من فوق خلاص باظت المشكله. انا هشيلها من هنا، الرو نوت زائد دلتا رو بتساوي رو نوت، فبالتالي هيتفضل رو نوت هنا ورو نوت هنا، يبقى اشيل الرو نوت ديت مع الرو نوت دي. ده هنا اهوت، بما ان الفي نوت اقل من الاي هشيل الفي نوت برضو، هيتفضل عندي معادله
بتقول ان دلتا بي بيساوي اي سكوير دلتا رو. يا سلام، يعني في حالة الريجيد اللي مفيش إلاستيستي في الماسورة بتقول لك خلي بالك ان التشينج اللي حصل في البريشر بيساوي مربع الويف سبيد مضروب في التشينج اللي حصل في الدنستي. دي حاجة صعبة جدا، انا مش ممكن اجيب التشينج اللي حصل في الدنستي. انت فاكرني يعني فاكرني هقيس ازاي؟ انت فاهمين دنستي يعني ايه؟ يعني due to the compressibility of the liquid، للاكشن اللي حصل بتاع الهامر. انت عايزني احسب قد ايه اللي حصل تشينج في الرو؟ انا مش عارف اجيبها، فلازم الجأ لمعادله مساعده. المعادله المساعده ديت هي معادله الكومبريسيبيليتي. معادله الكومبريسيبيليتي هنا اللي بتقول بالك مودولس اللي انت خدتها في اول محاضره في فلويد ميكانكس، البالك مودولس بيساوي دلتا بي على دلتا رو على رو. ادخلها في المعادله وادخلها مع المعادله اللي بتقول اي سكوير دلتا بي على دلتا رو، هيطلع عندي ان الويف سبيد بيساوي الجذر التربيعي للكي على الرو. بس ده في حاله الريجيد، ماشي؟ انا اجين جذر كي على رو، الكي هو البالك مودولس، الرو هي الدنستي. انا اقدر اقيس البالك مودولس واقدر اقيس الدنستي. لو جينا كده نحل المساله دي، البالك مودولس بتاعت الميه 2.2 جيجا باسكال، جيجا باسكال اللي هي 10 اس 9 للباسكال، 2.2 جيجا باسكال، الرو ب 1000. لو قسمت 2.2 في 10 اس 9 على 1000 واجيب الجذر التربيعي بيطلع لي 1480. ال 1480 دي هي بالنسبه للميه هي السبيد اوف ساوند جوه الميه، ودي اكبر سرعه للويف سبيد داخل المواسير. اجين اكبر سرعه للويف سبيد داخل المواسير من خلال الميه. يعني بمعنى كده ايه؟ لو انا اديتك مساله وقلت لك احسب لي الويف سبيد في حاله بقى لما ناخد الالاستيستي وكل الكلام الحلو والديامتر والاي والثيكنس واليانج مودولس وكل الكلام ده، المفروض تطلع قيمة أقل من 1480. ده 1480 هنا هي أكبر قيمة للويف سبيد. أوكي؟ تايم هيستوري هختم هنا. هو تايم هيستوري of the hydraulic transient هو عبارة عن الهيستوري اللي أنا عايزك تقول لي لو حصل في valve operation في تايم معين لمدة قفلت المحبس 10 ثواني، لو أنا قفلته وقلت لك جيب لي الهي تايم هيستوري بتاعت البريشر في 100 ثانيه 200 ثانيه في 300 ثانيه، ده اسمه الهيستوري. بايب لاين كاركترستيك بتحتوي عليه الدايمتر والثيكنس والمودولس الاستيستي واللينس بتاع البايب والفريكشن. طبعا الفريكشن اساسا بيؤدي الى انك انت بيقلل لك الماجنيتيود بتاع البريشر. البريشر اند لوكيشن اوف ذا كنترول فالف البريشر ليف سيرج تانك اور ريزيرف فان، دي اخر سلايس. انا هو بقول لك ان انا الالتيميت اللي انا عايز اوصل له، ان هو عايز اوصل لجراف زي دوت. اذا انت قلت لي ان بدايتك كانت البريشر بالشكل ده، وفي لحظه من اللحظات انت عملت فالف كلوجر هنا، وبعد ما عملت الفالف كلوجر حصل فيه انكريز للبريشر اب اند داون، وبعد تايم معين وصل الى السيتي ستيت وان مور تايم، يبقى عند تي واحد انا رجعت تاني للسيتي ستيت، انا هنا فين؟ انا هنا واقف جنب الفالف. تخيل هنا إن حضرتك أو أنا أو أي حد تاني بيبص على البريشر اللي موجود at that point اللي هي عند الفالف بالظبط due to the valve closure. ممكن تقول لي البي ماكسيمم قد إيه؟ البي مينيمم قد إيه؟ هل البايب هتستحمل ولا مش هتستحمل؟ هو ده اللي إحنا عايزين نوصله بدقة في البايب لاين بتاعتنا. أوكي، كده بتنتهي المحاضرة بتاعتنا. أنا ممكن أقفل الريكوردينج وأسمع إذا كان في أي حاجة عايزين تقولوها.